هل بقى اللي حصل ده كان في اي خلل قانوني، كان في اخطاء تحكيميه، كان في اخطاء اداريه؟ نفهم من كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. كريم، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. مساء الفل يا كابتن جهاد، ايه رايك في اللي حصل النهارده ده؟ اولا لازم نبارك للمنتخب المغربي الشقيق، حاجه محترمه جدا، واحنا كلنا كنا النهارده سعداء باللي بيحصل، و2-0 على منتخب الارجنتين، وبعد كده جاء فيه جون والاحداث بقى اللي حصلت. الحكم، اولا الحكم السويدي النهارده غير مقنع. غير مقنع في قراراته، غير مقنع في احتساب وقت بدل ضايع مبالغ فيه، 15 دقيقه كان كتير جدا في الشوط الثاني. اللي حصل في الملعب، الهدف الثاني للارجنتين تم احتسابه. حكم المساعد احتسب هدف، الحكم احتسب هدف. نزول جمهور ارض الملعب وبالتالي توقف المباراه، هي وما نهاش المباراه، هو المباراه توقفت والمنظمين خرجوا اللعيبه والحكام وكل الناس بره الملعب، ما كانش لسه تمت مراجعه اللعبه والناس كلها خرجت بره الملعب. توقف المباراه ما يقارب الساعتين. طيب بعد ما رجعنا والجمهور خرج من الملعب والناس كلها خرجت، وانا كلنا تخيلنا ان الماتش خلص. رجعنا الملعب، مراجعه الفار اثبتت ان في تسلل في هدف الارجنتين، وتسلل صحيح وتم الغاء الهدف. زود على 15 دقيقه كمان، 3 دقائق كمان، يعني لعبنا 18 دقيقه وقت بدل ضايع، وده كتير جدا على المباراه. الاحداث اللي حصلت كلها كريم اساسها الحكم. حكم وتقديره مع حكم الفار اللي كان موجود معاه، وقت بدل ضايع مبالغ فيه جدا في الشوط الثاني، وده على فكره هيلام عليه في الاتحاد الدولي في تحليل المباراه، واتوقع الحكم ده مش هنشوفه تاني في البطوله باي حال من الاحوال باللي عمله في المباراه، لان النهارده كله بيتكلم على التحكيم وكله بيتكلم على الحكم. لا المغرب راضي عن التحكيم ولا الارجنتين راضي عن التحكيم، فالنهارده بنتكلم الاثنين الفرقتين اتفقوا عدم رضا كامل عن التحكيم في ماتش المغرب والارجنتين. صحيح كابتن جهاد، بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح. كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي. دي جزئيه.